نعم استمرنا لما قاله السيد داني بالنسبة للموقف الأوروبي من الاتفاق النووي ويقال بأن هذا هذا الموقف مبني على أمور اقتصادية بحتة بالنسبة لأوروبا ويقال لو قدمت إسرائيل الولايات المتحدة ضمانات اقتصادية لأوروبا قد يتغير هذا الموقف ربما رئيس الوزراء نتنياهو يعول على النشاط الاقتصادي العالمي وفي لقاء مع مجموعة من الصحفيين قال أن الاقتصاد الأمريكي يشكل أكثر من حوالي 20% 21% من حجم النشاط الاقتصادي العالمي ولذلك لا يمكن الاستغناء على الاقتصاد الأمريكي والاعتقاد أو ربما يأمل في أن يكون او تكون هذه الاتصالات قد تؤدي في نهايه الامر الى الانسحاب الامريكي بان يكون لذلك ترجمه عملياتيه وان يضطر العالم باسره ان ينجر وراء هذه الخطوه. ليس من ليس بالضروره ربما قد يكون من السابق لاواني الاعتماد على ذلك وهناك اصوات اخرى خاصه في اجهزه الامن الاسرائيليه التي تشك في هذا الموضوع ليس فقط من وجهه النظر الإصالية. وانما تقول ان ربما في نهايه الامر اوروبا سوف تحاول ايجاد حلول الوسط ودون الانسحاب من الاتفاق بشكل كامل، راينا حتى الان ان الاتحاد الاوروبي رغم كل التغييرات ورغم كل الاصوات المختلفه التي نستمع اليها هناك موقف متمسك بالاتفاق لان فعلا الاتحاد الاوروبي يرى اهميه كبيره في هذا الاتفاق كما يجب الاشاره ان اجهزه الامن الاسرائيليه ايضا كانت علي اعتقاد مماثل بان هذا الاتفاق هو غير سيء رغم العيوب التي قد توجد فيه نعم.